هعمل دلوقتي كريم كراميل وهيبقى حلو جدا والولاد هيحبوه وممكن يقعد في التلاجة ياكلوه بكرة او ياكلوه بعده. هبتدي اول حاجة ان انا اعمل الكراميل، السكر والمية عشان الكراميل. دلوقتي على طول اول ما السكر يدوب هيبتدي اللون يغمق، خلي السكر. هجيب بقى دلوقتي الايه القوالب اللي هحط فيها الكراميل. بحب اعمل كده كميه عشان احيانا واحده بس ما بتبقاش بتكفي. ودي الصينيه اللي انا هعمل فيها، لان احنا عارفين ان الكريم كراميل بيستوي بالحمام الميه. دلوقتي اول ما يبتدي يغلي السكر يدوب ويبتدي يغلي كده شويه هتحسوا تشوفوا قد ايه لونه هيتغير. ممكن في الوقت ده استغله ان انا اكسر البيض، دول 6 بيضات. الفانيليا، عاجبني المضرب ده اللي جواه اصفر ده، والكراميل لسه. نشوف بقى الكراميل اخباره ايه. لسه دلوقتي خلاص اهو الكراميل من الجناب بيبتدي يبان وبيدخل على جوه، وده تقريبا قرب يبقى اللون اللي انا عايزاه. فاضل له بالظبط يعني 30 ثانيه. شايفين لونه؟ انا هطفي بقى كده عشان هو بيكمل سوا بحرارته وبحراره الحله اللي هو فيها، وانا مش عايزه لونه يغمق عن كده، فعشان كده لازم اطفي. ودلوقتي على طول خلي بالنا بقى هنا، نمسك ده كويس ونحط الكراميل، نحطه ونقلب. انا عايزه كمان ياخد الجناب معاه، واحط واقلب. لازم هنا يبقى فيه سرعه، من ايه شايفين لسه بيغلي حتى بعد ما نزل في القوالب لسه بيغلي، والدخان بقى مش قادره احكي لكم. اشوف اي واحد فيهم ناقص، ده كان اول واحد ناقص، فاضل حبه صغيرين ازودهم وشكرا جزيلا. كده حلو قوي. نبتدي بقى نشتغل في اللبن. هنا هحط ده حوالي نص لتر لبن. اللبن هنحط بقى معاه نص كوباية سكر، هنحط نص كوباية ونسيبهم بقى يعني ايه، هو زي ما بقولنا مش هيغلوا بس هما يعني ايه هياخدوا كده ايه تقليبة مع بعضهم، والسكر كمان يدوب. اهم حاجة السكر يدوب، ما نحطش السكر زي ما هو. وبعدين انا مش عايزاه يسخن قوي بحيث انا لسه هحطه على البيض، فخلي بالكم العملية محتاجة يعني ايه سنس كده. هساعد السكر يدوب بالتقليب كده شوية، وكده كفاية خالص، انا مش محتاجة ان هو يسخن اكتر من كده. نيجي على البيض اللي ضربناه، ونيجي نجيب ده برضو، هناخده واحدة واحدة وننزله، مش على طول، مش مرة واحدة، واحدة واحدة، وأقلب بس كده. نيجي بقى، أنا هختار دي عشان فيها بوز كده في الآخر نقدر ننزل الخليط ده على الايه الكراميل بالراحه كده، واحده واحده. انتوا عارفين طبعا ان الصينيه دي بعد كده هتتملي بالايه بالميه وتدخل الفرن. دلوقتي هنروح بيها على الفرن، واحنا رايحين على الفرن هناخد معانا الميه السخنه وهنحطها واحنا مدخلينها الفرن. فانا ايه بالراحه كده واحده واحده.
المية لازم ما تعلاش في مستوى القوالب إلا نصها بس، هو ده يعني المقاس اللي أنا عايزاه طول الوقت، هو ده اللي هيسوي الكريم كراميل. الكمية اللي باقية دي أنا بعد شوية هقعد أعمل كراميل تاني وهعمل بقى قالب تاني، وهيبقى قالب كبير كده شوية علشان أخده معايا وأنا رايحة لماما بكرة. ودلوقتي كريم كراميل بعد ما طلع من الفرن وهدي شوية ودخل التلاجة دلوقتي بقى جاهز ان احنا نقلبه، وطريقة قلبته بتبقى ظريفة جدا جدا، بس المهم ان احنا نخلينا كده ايه حنينين وواحدة واحدة ونراعي الايه ان هو ذو طبيعة رقيقة، يعني زي ما بيقولوا كريم كراميل ده حاجة رقيقة يعامل برقة، وبالتالي نخلي بالنا واحنا بنقلبه. بنيجي بالمعلقة ونحاول نسلك كده شوية ونضغط عليه تمام، وبعدين نيجي بالطبق كده وبعدين نعمل كده بس حبة صغيرين، فهنخبط عليها شوية كده وبعدين نزلت الكراميل اللذيذ الجميل. وكده يبقى ده طبق الحلو بتاعي النهاردة، كريم كراميل. وده كان الكريم كراميل اللي عملته النهاردة للولاد، وأنا دلوقتي هاخد واحدة وأقعد أكلها لوحدي في البلكونة.